جورج كليمانسو شخصية بارزة في تاريخ أمته. يبقى كليمانسو في ذاكرتنا أبا النصر الشيخ صاحب الشاربين الذي أثار إعجاب البلد بأسره، صاحب اللسان الحاد والسيف القاطع والمسدس القاتل. لقب بالنمر منذ سنواته الأولى في البرلمان. إذا كنت تطمح إلى الشعبية لابد من أن تقف وحدك أولاً. كان زعيم حرب شرساً سواء في العلن أو خلف الكواليس. كان شجاعاً للغاية ووضع نفسه في مواقف محفوفة بالأخطار. ظل كليمانسو صامداً وكانت مثابرته ذات أهمية حاسمة لتحقيق الفوز. استطاع هذا الكهل الكاريزمي والمثير للجدال أن ينقذ فرنسا، ولكنه ربما دان أوروبا. يوم الاثنين 11 من نوفمبر 1918 عند 5:15 صباحاً، كان جورج كليمانسو يعجز عن النوم. فإن سار كل شيء وفقاً للخطة، كان القادة الألمان والفرنسيون في كومبيان يوشكون على التوقيع على هدنة ستنهي الحرب العالمية الأولى. لولا سالت دموع كليمانسو عندما علم أنه قد جرى التوقيع على الهدنة وعمته المشاعر. انتهت الحرب وسادت أجواء البهجة في كل أنحاء فرنسا، ولكن كانت البلاد لا تزال في صدمة وتبكي أبنائها. فقد تعرض أكثر من 4 ملايين جندي لجروح أو تشويهات، وتوفي أكثر من 1.5 مليون. كانت الطريق إلى النصر مؤلمة للغاية، ولكنها توجت جورج كليمانسو منقذا للشعب. ما سمح له بالفوز في الحرب هو حس الوطنية المرسخ في ثقافته منذ شبابه، فضلاً عن المواقف العنيدة والمتمردة والقاطعة والمتصلبة التي تميز بها طوال حياته المهنية. كانت شخصية كليمانسو تثير الجدال في كثير من الأحيان، ولكنه تمكن من توحيد بلد بأسره في الأشهر الأخيرة من الحرب وتحقيق انتصار لم يكن في الحسبان. إن لقب أبي النصر وضعه على عرش المجد، وهو مجد هذه اللحظة تحديداً، اللحظة الوحيدة التي توحدت فيها فرنسا. من أجل فهم الدور الذي لعبه جورج كليمانسو والارتياح الذي شعر به الفرنسيون إثر النصر النهائي، يتعين علينا أن نتذكر بداية الحرب الأليمة، حرب استحال تجنبها. اندلعت الحرب العالمية الأولى في 28 يوليو 1914، بعد شهر واحد من إقدام أحد القوميين الصرب على اغتيال فرانسوا فرديناند ولي عهد النمسا في سراييفو. وفي غضون بضعة أيام قادت لعبة التحالفات العسكرية أوروبا إلى الحرب، وسرعان ما اشتبكت مجموعة دول المركز بزعامة ألمانيا والوفاق الثلاثي الذي تنتمي إليه فرنسا. يجب تفهم الناس في تلك الحقبة، وهذا ينطبق على البلدان كافة، فلم يتوقع أحد حرباً تدوم 4 أعوام. قبل اندلاع الأعمال العدائية، كان أغلب المحللين والمعلقين على اقتناع أن من فاز في الهجوم الأول سوف يفوز في الحرب، وأن المسألة ستدوم 4 أسابيع. كانت لدينا ذخيرة وأغذية تكفي 3 أشهر فقط. كانت الأولوية العسكرية بالنسبة إلى ألمانيا هزيمة فرنسا، فظن الألمان أنها سوف تسقط بسرعة. استهان الألمان بالفرنسيين في بداية الحرب. كان الهدف سحق فرنسا عسكرياً وهزمها بشكل نهائي في سبيل ضم مقاطعتي ألزاس وموزيل إلى ألمانيا. فيما كان العدو يوشك على أن يغزو شمال شرق البلاد، تأهب الفرنسيون للقتال بكل ثقة.
ووقف عضو مجلس الشيوخ جورج كليمنسو مع الأمة بأسرها إلى جانب الجيش الذي دافع عن بلاده المهددة. كان الحس الوطني لدى كليمنسو أقوى من الحس القومي، لأنه كان متمسكاً بقيم الثورة الفرنسية ودافع عنها في وجه ممثلي الأنظمة الاستبدادية، أي الإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية النمساوية المجرية. وكان يخشى كليمنسو هيمنة الإمبراطورية الألمانية على أوروبا. كتب كليمنسو في 5 أغسطس: فلندع المدافع تتكلم، فلنزحف، لا تخافوا الموت، فإن النصر لنا. وبعد يومين شنت ألمانيا الهجوم الأول على فرنسا. وضعت ألمانيا خطة شليفن على أمل أن تسحق فرنسا في المرور عبر بلجيكا التي كانت محايدة في ذلك الحين. رغب الألمان في الوصول إلى باريس، ولكن الفرنسيين تمكنوا من إيقافهم بمساعدة البريطانيين عند نهر المارن في 1914. ربح الفرنسيون معركة مارن الشهيرة ودفعوا الجيش الألماني إلى التراجع والانسحاب. بمساعدة سيارات الأجرة الباريسية التي رافقت آلاف الجنود إلى الجبهة، تمكن الجيش الفرنسي من احتواء التقدم الألماني قبل وصوله إلى باريس وحقق نصراً حاسماً. فنشبت حرب من نوع آخر بين ألمانيا وفرنسا. طغى الدفاع على الهجوم، فلجأ المعسكران إلى حفر الخنادق وإقامة الممرات وتشكيل دفاعات بالأسلاك الشائكة ليتمكنوا من حماية أنفسهم من النيران المميتة. وإذ بحرب الخنادق تندلع، نزل كليمنسو شخصياً إلى الميدان حرصاً منه على سلامة الرجال. التقى بالجنود واستفسر عن الوضع وعن حاجاتهم، وهذا يسمح له بتكوين رؤية واضحة للواقع. كان كليمنسو أيضاً صحافياً معروفاً يرأس صحيفة الرجل الحر، فعمل على توعية القراء لحياة الجنود القاسية. دعا قراء صحيفته إلى التبرع بالمربى والعسل والأحذية والملابس الدافئة لفصل الشتاء والفونوغرافات. عارض كليمنسو الحكومة في مجلس الشيوخ وفي الصحافة، فشن حربه الخاصة للاعتراض على حرب لا تنتهي. انتقد الطرق التي يتم فيها نقل الجرحى ونشر انتقاداته في الصحيفة، فقام وزير الداخلية بتعليق الصحيفة وفرض الرقابة عليها. نتيجة للانتقادات العدة التي تلقتها صحيفة كليمنسو، حضرت الحكومة إصدارها. خلال العام 1915 لم تشهد الجبهة أي تحركات وتدهورت حالة الرجال. وفي العام 1916 كانت معركة فيردان مجزرة فعلية، ولكن الجيش الفرنسي انتصر في النهاية وأصبحت المعركة أسطورة وطنية. بعد معركة فيردان استعاد الجيش الفرنسي ثقته، وأصرت هيئة الأركان العامة الفرنسية على شن هجوم آخر، وقد حدث ذلك في ربيع العام 1917 في شومانديدام. منذ الأيام الأولى أدرك الفرنسيون أنهم لن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم، وخسر الجيش الفرنسي عشرات الآلاف من الرجال في الأيام الأولى، مما أدى إلى اندلاع أزمة التمرد. الفشل الذريع الذي لحق بالجيش الفرنسي في شومانديدام ما هو إلا غيظ من فيض يعكس إرهاق مجتمع برمته. كان العام 1917 حافلاً بالأزمات، فقد أدى إلى طريق عسكري مسدود بعد مذابح ومجازر فيردان وشومانديدام. عندئذ اندلعت الثورة الروسية، وتخوف الفرنسيون من هجوم ألماني قريب. عانت أوروبا بأسرها أزمة اجتماعية،
فثار عمال المصانع بسبب الأجور المنخفضة وصعوبة العيش. كانت أزمة أخلاقية، لأن العام 1917 اتسم بالتمرد، وكان لابد من بروز رجل قادر على مواجهة الأزمة الخطيرة. كان جورج كليمنسو عطية من الله، فرأس لجان مجلس الشيوخ المعنية بالشؤون الخارجية والجيش، واطلع عملياً على صراع بدا عصيباً. كان ابن كليمنسو الوحيد وأخوه على الجبهة. قرر بوانكاري الاتصال بكليمنسو، وهذا يشبه إلى حد كبير اللجوء إلى الملاذ الأخير. دفعت الضغوط التي مارسها الرأي العام بوانكاري في نوفمبر 1917 إلى دعوة كليمنسو لترأس المجلس، فكان المنقذ المنتظر والوحيد القادر على اتخاذ مواقف حاسمة. في 16 من نوفمبر 1917 قبل جورج كليمنسو أن يرأس الحكومة وهو في 76 من العمر، لإنهاء حرب طالت كثيراً، وكانت تلك المعركة الأخيرة التي يخوضها بعد أن كرس حياته للنضال السياسي. في العام 1870 بعد سقوط الإمبراطور نابليون الثالث، أسهم الطبيب الشاب جورج كليمنسو في ولادة الجمهورية الفرنسية الثالثة، فعرفت فرنسا أخيراً نظاماً ديمقراطياً وكان بالكاد يبلغ 30. برز كليمنسو في الوسط السياسي الفرنسي في خضم الصراع الجمهوري الذي قلل من بؤس طبقات شعبية سحقتها الثورة الصناعية. أقام جورج كليمنسو في الولايات المتحدة مدة 5 سنوات، فأتقن اللغة الإنجليزية وأدرك أهمية القضية الاجتماعية في تحقيق التنمية الصناعية، ثم عاد إلى فرنسا بعد أن عزز قناعاته الإنسانية على ذراع ماري بلومر، وهي شابة أمريكية كان قد تزوجها حديثاً. انتخب كليمنسو عمدة مونمارتر، ثم انتخب عضواً في مجلس باريس، ورأس بعدها المجلس، وهو منصب يعادل منصب عمدة باريس اليوم، لكنه لم يتمتع بالصلاحية نفسها، ومن ثم انضم إلى الجمعية الوطنية. في 70s and 80s of the 19th century، ترك كليمنسو زوجته وأطفاله الثلاثة في فوندي، وسعى لكي يصبح نائباً في البرلمان ويشغل مقعد باريس. تبنى آراء سياسية يسارية متطرفة وراديكالية، وراديكالية اشتراكية. الراديكالية هي مزيج من الارتباط في الملكية والأعمال الاجتماعية، وما يتعين علينا فهمه هو أنه كان زعيم اليسار المتطرف، وبالتالي كان عنيداً متصلباً لا يقدم أي تنازلات من أجل خصومه. كان في الواقع شديد الشراسة في عالم السياسة، فكان يسخر من خصومه في كثير من القسوة، ولهذا أطلق عليه لقب النمر. ففي كل مرة كان يلتقي فيها أحد خصومه كان يهاجمه، وهذه ليست ألطف سمعة يمكنك أن تكسبها لنفسك. كان زعيم التيار الراديكالي النمر جورج كليمنسو سبب كل المعارك التي وقعت في البرلمان والتي أكسبته الكثير من الأعداء. كان صاحب اللسان الحاد والسيف القاطع والمسدس القاتل، وتجدر الإشارة إلى أن كليمنسو كان مبارزاً وقد خاض 12 قتالاً ولم يهزمه أحد، وهذا يدل على شخصيته القتالية والحربية. عام 1893 خسر كليمنسو مقعده كنائب ولم يشارك لفترة في أي نشاطات سياسية، لكن بعد 10 سنوات، أي في عام 1902، عاد النمر إلى المقدمة مستعداً للقتال. أصبح عضواً في مجلس الشيوخ، وبعد 4 سنوات وللمرة الأولى أصبح وزيراً وتولى رئاسة الحكومة. تولى منصب وزير الداخلية مع إحكام قبضته، وكان رجلاً مسناً في 65 من عمره، سياسياً قديماً، فأطلق عليه اسم المبتدئ القديم. عام 1906 كان كليمنسو على رأس السلطة للمرة الأولى في حياته، وحكومته أكثر حكومة يسارية عرفتها الجمهورية الثالثة. ما بين 1906 و1908 شهدت فرنسا حركات اجتماعية كبرى، وخاصة بين عمال المناجم في نور باتكالي وصانعي الخمور في لانغدوك وعمال المقالع في الحوض الباريسي. لم تكن التظاهرات احتفالية في حي باستيل ناسيون، بل كانت عنيفة.
وفي ذلك الوقت لم تكن هنالك شرطة، بل كان الجيش يحفظ النظام، وعلى هذا كانت استجابة الجيش متساوية مع شدة الفوضى وأدت إلى وقوع وفيات. في وجه هذه المآسي أعلن كليمانسو نفسه رئيس الشرطة، في حين أسماه معارضوه مخرب الاضطرابات. في حالات التوتر الشديد وعندما يسود العنف وتطرأ اضطرابات خطيرة تهدد النظام العام، يتعين على وزير الداخلية أن يفصل بين الحاجة إلى الالتزام بمبادئ الجمهورية والرغبة في عدم التشكيك قط في مبادئ سيادة القانون وبين الحاجة إلى حفظ النظام العام. أدى قمع كليمانسو حركات العمال إلى انفصاله عن اليسار الاشتراكي، وخاصة عن الزعيم الشهير جان جوريس، ولكن كليمانسو تابع الادعاء في وجود يسار متطرف جمهوري. في كل الأحوال تمكن كليمانسو في هذا السياق الصعب من فرض نظام جمهوري، فخيب آمال اليسار. على الرغم من كل شيء، كان كليمانسو وزيراً للداخلية يتمتع بشخصية كاريزمية، وقد أجرى إصلاحات شاملة لخدمات الشرطة، ولا تزال أثر هذه الإصلاحات بارزة اليوم. أنشأ كليمانسو فرقاً إقليمية متنقلة أنذرت في مستقبل الشرطة القضائية، وأطلق عليها اسم فرق النمر، وقد أدت دوراً بارزاً في ذلك الحين. وأنشأ كليمانسو في العام 1907 المديرية المركزية للشرطة القضائية، ولا تزال هذه الشرطة القضائية نفسها تجري التحقيقات الجنائية في فرنسا اليوم. ساهم كل ذلك في جعل كليمانسو شخصية أسطورية، وكان الشعب في تلك الفترة في حاجة إلى زعيم كاريزمي. أطيح بكليمانسو في العام 1909، ولكنه بقي الزعيم العازم الذي لم يتردد في تعريض شعبيته للخطر من أجل إنقاذ الجمهورية. عام 1917، أي في منتصف الحرب العالمية الأولى، عاد هذا الرجل المسن إلى الساحة، وكان على استعداد للقيام بكل ما يلزم من أجل حماية الجمهورية. ما يميز كليمانسو، وكان هذا رأي بوانكاري أيضاً، هو أنه الشخص الوحيد القادر على إصلاح الأمور حينما يفقد الجميع الأمل. في عهد التيارات الوسطية، كان ريمون بوانكاري رئيس الجمهورية منذ العام 1913، وفي مواجهة ركود الحرب عين ما لا يقل عن 4 حكومات مختلفة في غضون 3 سنوات، فاضطر الخصمان السياسيان بوانكاري وكليمانسو في العام 1917 استثنائياً إلى العمل جنباً إلى جنب. كان بوانكاري وكليمانسو يتكارهان، ولكن الحس بالمصلحة العامة دفعهما إلى التعاون، فاتصل بوانكاري بكليمانسو. في 16 من نوفمبر 1917 تولى كليمانسو البالغ من العمر 76 عاماً للمرة الثانية في حياته قيادة الحكومة الفرنسية. أظن أنه في اللحظة التي عين فيها كليمانسو رئيساً للمجلس شعر الجميع بالارتياح، لأنهم اطمأنوا إلى وجود زعيماً حقيقي. كان زعيماً بطبيعته، إنه لم يسعى إلى ذلك، ولكنه كان زعيماً في الإطارين العملي والرمزي. كان كذلك بالنسبة إلى الجنود وللشعب علامة إيجابية. بدأ جورج كليمانسو المعركة بطاقة نادرة، وحدد لنفسه مهمة واحدة فقط، ربح الحرب والفوز بأي ثمن. لن أخوض سوى الحرب، الحرب ومن ثم الحرب، لأنهيها في أقرب وقت ممكن. وهكذا طلب من الشعب والمقاتلين بذل جهد أخير. بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب كان الفرنسيون منهكين، وقد استسلم الكثير منهم، فدخل كليمانسو في المعركة ليعيد إحياء الأمل. خاض حرباً داخلية وخارجية، ففي داخله كان يحارب شعور الانهزامية الذي كان يطارده، ولكنه كان مقتنعاً أنه من الضروري تحفيز الفرنسيين على القتال. قال كليمانسو في الخطاب الشهير الذي ألقاه أمام البرلمان: أخوض الحرب في الداخل، أخوض الحرب في الخارج، أخوض الحرب دوماً. اعتبر الألمان خطاب كليمانسو الذي كان في الحقيقة دعوة إلى الصمود
خطاباً يدل على ضعفه، فقالوا: إن هذا الرجل المسن لابد أن يصرخ بصوت عالٍ لتشجيع الفرنسيين الذين كانوا يوشكون على الاستسلام. كان ذلك لسبب وجيه، فالفرنسيون منهكون والبلد ينزف وأموال الدولة في خطر. ولكن كلما ازداد الموقف بؤساً ازداد اندفاع كليمانسو، لأن كلمة مستحيل لم تكن جزءاً من مفرداته. احتفظ جورج كليمانسو بروح المقاومة والشجاعة حتى في مآسي الحرب، وقد تحلى بها منذ طفولته بفضل البيئة التي ترعرع فيها. ولد كليمانسو في العام 1841 في قرية موريون ان باريد في فوندي. ولد في قرية في فوندي التي صبغتها ذكرى الحروب، وهو مولود ضمن عائلة تنتمي بشكل استثنائي تقريباً إلى التيار الجمهوري منذ الثورة الفرنسية. كانت أسرة أبيه الذي كان طبيب البلدة تدعم التيار الجمهوري إلى أقصى حد، وترفض العودة إلى الدكتاتورية رفضاً تاماً. كان بنيامين كليمانسو والد جورج يدعم التيار الجمهوري وكان ملحداً، وقد اعتبر أن الدكتاتورية بعد العام 1789 اتخذت شكل النظام الملكي، ومن ثم أصبحت أشبه بالإمبراطورية الثانية. تأثرت عائلة كليمانسو كثيراً بالثورة الفرنسية، وكانوا يعرضون تماثيل لروبسبيير في غرفة الجلوس. كان بنيامين كليمانسو يقول لولده: هؤلاء الرجال آلهة، فربى كليمانسو في ثقافة الثورة الفرنسية. اقتدى جورج كليمانسو في مارات وسان جوست وروبسبيير، وحلم في أن يصبح فارس الجمهورية. لقد زرع والده فيه نوعاً من الكراهية الثقافية تجاه النظام القديم والنظام الملكي، وجعله يعشق ما يمثله النظام الجمهوري المبني على أساس قيم الحرية والمساواة والأخوة. حب كليمانسو لمبادئ الثورة وإعجابه بأبيه الناشط السياسي الذي عارض النظام الملكي ونابليون الثالث والذي سجن مرات عدة نتيجة لذلك، جعل منه مناضلاً مثابراً لا يكف عن الدفاع عن الجمهورية. عندما تم إلقاء القبض على والده قال له كليمانسو: سأثأر لك. فأجابه والده: إذا كنت تريد أن تثأر لي اعمل بجهد. أخذ كليمانسو هذا الكلام بشكل حرفي وامتثل به: اعمل لكي تثأر لي، اعمل على إرساء النظام الجمهوري. ساهم جورج كليمانسو في إرساء النظام الجمهوري في سبعينات القرن التاسع عشر، وحارب طوال حياته لكي يبقى هذا النظام سائداً. لهذا السبب كانت المعركة التي قامت بين الجمهورية والإمبراطورية الألمانية في الحرب العالمية الأولى ذات أهمية خاصة بالنسبة إليه. كانت الجمهورية بالنسبة إليه تمثل السلام والعدالة في مواجهة الإمبريالية الألمانية التي تعيد إحياء الماضي الهمجي. كذلك لم يغفر للألمان انضمامهم إلى النزعة العسكرية الروسية، إذ كان من أشد المعجبين بالثقافة الألمانية. كان مقتنعاً تمام الاقتناع أن الألمان يشنون حرباً قذرة، حرباً أشبه بجريمة عظمى. كان على كليمانسو أن يزرع في الجنود روح القتال والإيمان بالنصر، وأن يجعل الفرنسيين يثقون في جيشهم، فأطلق حينئذ سلسلة من التدابير السياسية: تخفيف الرقابة على الصحافة، والقيام بعمليات اقتراض جديدة لدعم الحرب تعود بعشرات المليارات إلى الدولة، وإعادة هيكلة كبرى للإدارة العسكرية. حل محل رؤساء المقاطعات ومديري الأمن العام، وأعاد الحكومة إلى قبضته في شكل مذهل. ويجدر ذكر تعميم الأيام الثلاثة الشهير الذي صدر في ديسمبر 1917، وقد طلب فيه كليمانسو من جميع العاملين في وزارة الحرب تسوية جميع الأمور في غضون ثلاثة أيام، وشمل ذلك إرسال الوثائق. فتطورت الاتصالات العسكرية وخاصة عن طريق الهاتف تحت قيادة كليمانسو، وجرى تحديث لازم للجيش بعد أن تمت السيطرة على مشكلة أخرى.
منذ بداية الحرب تميزت ألمانيا بوحدة القيادة، بينما كان الحلفاء متفرقين، لذا أدركنا أنه يتعين علينا التنسيق فيما بيننا. عين الجنرال فوش قائداً لجيوش الحلفاء للتمكن من تنسيق تحركات الجيوش والوحدات المختلفة. عين الجنرال فيرديناند فوش على رأس الجيوش الفرنسية والبريطانية والأمريكية، فأصبحت جيشاً واحداً يحارب عدواً واحداً. كان فوش عضواً في الجيش الفرنسي منذ حوالي 50 عاماً، وكان أحد المنتصرين في معركة مارن التي جرت في العام 1914. وعلماً أنه كان خبيراً استراتيجياً متألقاً، لم يتمتع بهيبة الجنرال بوتان الذي اعتبر منتصراً في معركة فيردان. لماذا فوش وليس بوتان؟ كان كليمنسو يكون تقديراً فائقاً لبوتان، غير أنه كان يجده متشائماً وغير قادر على تشجيع الجنود، في حين أن فوش كان لديه ذرة من الجنون اعتبرها كليمنسو ضرورية لتحقيق النصر، فقال: من بين الرجل العاقل بوتان والمجنون فوش اخترت المجنون. وكان اختيار فوش حاسماً، لأنه كان عازماً على خوض الحرب حتى النهاية، وكان لديه حس استراتيجي متفوق، مما جعل منه الخيار الأمثل لإدارة المعارك على النحو المناسب. ومع ذلك قامت خلافات كثيرة بين كليمنسو وفوش، خاصة بعد الحادثة التي وقعت منذ 20 عاماً والتي دمرت علاقة كليمنسو بالجيش إلى الأبد. في 90ات القرن 19، بعد أن طلق زوجته وخسر مقعده في البرلمان، أصبح جورج كليمنسو صحفياً بارزاً، حتى قامت قضية دريفوس التي كانت بمثابة زلزال حقيقي ضرب المجتمع الفرنسي. اتهم النقيب دريفوس بالتجسس لمصلحة ألمانيا، فحكم عليه بالسجن في العام 1894، قبل أن يدرك البعض أنه اتهم زوراً. كان النقيب ألفريد دريفوس جندياً ألزاسياً يهودياً، حكم عليه بالسجن مدى الحياة، واعتبر كليمنسو قضية دريفوس فرصة جديدة لإثبات التزامه السياسي وعزمه. كانت ميزة كليمنسو هي أنه أدرك أن المعركة لم تقتصر على براءة أو إدانة دريفوس. استاء كليمنسو لعدم احترام الإجراءات، ورأى أن دريفوس يستحق العدالة. شكك الكثير من المفكرين في الرواية الرسمية التي قدمها الجيش. وقف كليمنسو إلى جانب دريفوس وتمرد ضد مؤسسات الجيش والكنيسة التي دانت دريفوس. والواقع أن الذين دانوا دريفوس كانوا يحنون إلى النظام الاستبدادي، في حين أن من دافعوا عنه كانوا من مؤيدين النظام الجمهوري. فوقع صدام بين من يدعون إلى إدانة أي شخص يسيء إلى مصلحة الدولة، ومن يرفضون تحطيم شخص واحد ولو لمصلحة الدولة، لأن ذلك يتعارض مع قيم الجمهورية الفرنسية الديمقراطية المنبثقة عن قيم الثورة العالمية. في 13 من يناير 1898، نشر إيميل زولا في الصحافة نصاً ترك أثراً دائماً في التاريخ الفرنسي. لعب جورج كليمنسو دوراً مهماً، لأنه كان صاحب جريدة أورور التي نشرت مقال زولا الشهير. اختار كليمنسو عنواناً لتلك الرسالة الجميلة، وهو: إني أتهم. في الحقيقة كانت ضربة عبقرية لا تزال متداولة في الثقافة الإعلامية. وبفضل المؤيدين وزولا وكليمنسو أعيد تعيين النقيب دريفوس في العام 1906. كانت الجمهورية حديثة النشوء، فقد تأسست في سبتمبر 1870، وأتت قضية دريفوس لترسخ مبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين أياً كانوا.
كانت واحدة من أكثر المعارك التي خاضها كليمنسو رمزية، فكانت ترمي إلى ترسيخ الجمهورية الاجتماعية العادلة والديمقراطية التي يساند فيها الجيش المواطن في سبيل تحقيق الحرية والمساواة والأخوة. بصفته رئيس الحكومة ووزير الحرب، جعل كليمنسو الجيش يخضع لسلطته في العام 1917، وكان ذلك إنجازاً بالنسبة إلى رجل اعترف أنه لم يكن يوماً جندياً ولا يلم بالاستراتيجية العسكرية. استلم الجانب السياسي، ولكنه احتاج إلى شخص تقني، فاختار مورداك. كان مورداك قيماً جداً بالنسبة إلى كليمنسو، فاستشاره لتحسين وضع الجيش وتحديد الإصلاحات اللازمة. كان الجنرال هنري مورداك البالغ من العمر 49 عاماً عسكرياً ذا خبرة، حارب في معركة فيردان، فشكل عنصراً أساسياً في خطة الحرب التي اقترحها كليمنسو. ثمة رواية تبين في وضوح ثقة كليمنسو في مورداك. عندما وصل كليمنسو إلى وزارة الحرب، رأى الخرائط على الجدران، فقال: انزعوا هذه الخرائط، فخريطتي هي مورداك. مع مورداك خلف الكواليس وفوش في الميدان، أحسن كليمنسو اختيار مساعديه لهزم ألمانيا. ولكن ثورة العام 1917 في روسيا وتوقيع الحكومة البلشفية على هدنة مستقلة سمح لألمانيا بنقل قواتها من روسيا إلى الجبهة الفرنسية. منذ لحظة انهيار الإمبراطورية الروسية، تعين على الألمان أن يفوزوا في السباق مع الزمن، بل تعين عليهم أن يفوزوا في الحرب قبل وصول القوات الأمريكية. في البداية حافظت الولايات المتحدة على الحياد، ولكنها دخلت الحرب العالمية الأولى في إبريل 1917 عقب حرب الغواصات التي شنتها ألمانيا في المحيط الأطلسي، لكن طال وصول القوات الأمريكية إلى الأراضي الأوروبية. وصل الجنود الأمريكيون تدريجياً إلى الموانئ البريطانية منذ نهاية العام 1917، ولعبوا دوراً مهماً في هجوم العام 1918. كانت القوات الأمريكية في غاية الفاعلية، فتألفت من محاربين شبان أقوياء بعكس الجنود الألمان. كان وصول القوات الأمريكية حاسماً في مقاومة الهجمات الأخيرة التي شنها الجيش الألماني، الذي كان يريد أيضاً إنهاء الحرب. اعتقد الألمان أنه ما زال أمامهم فرصة للفوز إذا ما حققوا نصراً عظيماً وأخيراً في عملية ميكيل في 18 من مارس 1918، من خلال الفصل بين الجيشين الفرنسي والبريطاني. نجحت الهجمات الألمانية في البداية، فاقترب الألمان من باريس واستخدموا بيك بيرثا لقصف العاصمة. كان في إمكان هذا المدفع أن يستهدف مناطق على بعد 120 كيلومتراً، وتمكن الألمان بواسطته من أن يزرعوا الرعب في شوارع باريس. فيما كانت باريس معرضة للنيران الألمانية في صيف وربيع عام 1918، بقي كليمنسو مثابراً. كان تحليه بهذه الطاقة الإيجابية مهماً جداً في تحقيق النصر التالي. تمكن كليمنسو بفضل عزيمته من تحفيز الفرنسيين أثناء الهجوم الألماني في ربيع 1918. يشار إلى ذلك في التواصل، لكني أعتبره تعليماً تربوياً وتعاطفاً جمهورياً. فكان كليمنسو يرتدي خوذة وينزل إلى الخنادق، وساعده مظهره على كسب شعبية في صفوف الجنود. خلق كليمنسو أسطورة خاصة فيه، وبات أشبه ببطريرك للأمة بأكملها. فهم كليمنسو أنه كان من الضروري رفع معنويات الجنود، وتمكن من خلال زياراته إلى الجبهة من رسم صورة الزعيم الذي لا يهزم. تركز ثلث حكمه في الخنادق، فقد رفع معنويات القوات
بل وأيضاً المدنيين الذين رأوه على استعداد لمحاربة القوات الألمانية حتى النهاية. أعاد إحياء المجتمع بأسره الذي كان في حالة حرب. اهتم كليمنسو بالجنود على الجبهة تماماً كما فعل عندما كان عضواً في مجلس شيوخ المعارض. اهتم بالجنود، فكان الجنود يشتكون من تناول كميات مفرطة من اللحوم وكميات قليلة من الحبوب، وكانوا يطالبون في المزيد من النبيذ. كانت تلك تفاصيل مهمة جداً، لأنه اعتبر أن الحرب تبدأ مع الجندي وتنتهي مع الجندي، فكان الجندي بالنسبة إليه العنصر الرئيسي. كان كريماً مع رجاله، كان لذلك أثر كبير في ربيع 1918 عندما اشتد القتال. كان شجاعاً للغاية، ولا ينبغي أن ننسى أنه كان في 76 من العمر حين وصل إلى السلطة، وكان يعاني من مرض السكري. كان رجلاً مريضاً، رجلاً مسناً، يتمتع بشجاعة مذهلة. تبعه وينستون تشرشل وزير التسلح الذي كان آنذاك في 40 من عمره ليوم واحد. وروى تشرشل ما اختبره في ذلك اليوم الذي أرهقه، ففوجئ بنشاط كليمنسو وحيويته. عزم كليمنسو على الحفاظ على نشاطه ليكون مثالاً يقتدي فيه الباقون مهما حدث. على الرغم من عمره المتقدم، كان يريد كليمنسو أن يكون زعيم حرب فعلياً. كان يقف على بعد بضعة أمتار من الجنود الألمان ويضع نفسه في مواقف محفوفة بالأخطار، حتى يقول له الجنرال مورداك إنه يعرض حياة الجنود للخطر فيرحل، ولكنه لم يخف من شيء. في ربيع العام 1918 كانت نتيجة الحرب لا تزال غير مؤكدة، ولكن كليمنسو فاز بالمعركة الأولى برفعه معنويات القوات والأمة. كان هذا القائد العسكري شخصاً يفرض سلطته على الجيش، وكانت لديه أفكار بسيطة وقوية، وقد ثابر في الأيام الصعبة ووجد في شعبيته التي استقاها من الجنود والشعب القوة اللازمة للصمود والاستمرار حتى في أوقات الشدة. على الرغم من جهود الجيش الألماني لاختراق خط الجبهة وقصف باريس، تمكن الحلفاء الفرنسيون والإنجليز والأمريكيون من الصمود، مما أدى إلى فشل عملية مايكل في ربيع 1918. كانت الحرب صعبة للغاية على المعسكرين، فعندما حاولت ألمانيا الهجوم للمرة الأخيرة في صيف عام 1918، كان الألمان مندفعين بلا شك، ولكن معاناتهم كانت كبيرة. وفي صيف عام 1918 باتت القوات الألمانية مرهقة وتتقدم في بطء، فشن الحلفاء هجوماً كسح الجيش الألماني. كانت المعارك موزعة، وفي حلول نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر لم يكن الفرنسيون والبريطانيون والأمريكيون مقتنعين بأنهم هزموا الألمان بعد، ولكن للمرة الأولى كان الحلفاء يكسبون الأرض. وفي غضون بضعة أسابيع وتحت قيادة المارشال فوش، تمكنوا من تحرير شمال فرنسا ودفع الجيش الألماني حتى الحدود البلجيكية. وانقلبت المقاييس بعد 4 أعوام من الجمود بسرعة فائقة، وأدت إلى عواقب تخطت الجيش الألماني. في نهاية شهر أكتوبر نشبت ثورة في ألمانيا، فقد سئم الناس من هذه الحروب البعيدة التي لا تأتيهم إلا بالخسائر والموت، ولم يعد أحد يؤمن في الدفاع عن أرض الوطن، فكان من الصعب إبقاء هذا الإيمان حياً في نفوس الألمان بعد أن غابت الحرب عن أراضيهم 4 أعوام. في 9 نوفمبر 1918 قامت ثورة في برلين تحت قيادة رابطة سبارتاكوس، فاضطر الإمبراطور ويليام الثاني إلى التنازل عن العرش في اليوم نفسه، ثم التوجه إلى المنفى في هولندا. ونظراً إلى تفكك المجتمع المدني، أدركت القيادة العليا الألمانية أن ألمانيا هزمت. بعد ذلك طالب الألمان بالتوقيع على هدنة، فترك جنود عدة القوات الألمانية
بمحض إرادتهم ولم يوقفهم أحد. وفي 11 نوفمبر انتهت الحرب بفضل الجهود المشتركة التي بذلتها فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، لكن الخسائر كانت كبيرة، فلقي 10 ملايين رجل حتفهم، وأصيب 20 مليون آخرين، وتعرض 300 ألف للتشويه في صفوف الفرنسيين، كما تعرض 15 ألف لضرب مبرح، وتوج جورج كليمانسو أبا النصر. يبقى كليمانسو في ذاكرتنا أبا النصر، الشيخ صاحب الشاربين الذي أثار إعجاب البلد بأسره. بالفعل كانت هدنة 11 نوفمبر 1918 نصراً سياسياً، فقد غلبت الإرادة السياسية مجتمعاً كان يعاني من الأزمات والفوضى في العام 1917. وصل كليمانسو إلى السلطة في نوفمبر 1917، وبحلول نوفمبر 1918 انتهت الحرب، فبرهن أنه زعيم حرب ناجح. حقق كليمانسو ونظيره البريطاني لويد جورج والرئيس الأمريكي ويلسون نصراً كاملاً، ولكن احتج البعض على قرار النمر بإيقاف الحرب من دون غزو ألمانيا وهي في أضعف حالاتها. رفض كليمانسو الذهاب إلى أبعد من ذلك، رفض أن يواصل الحرب ضد ألمانيا. كانت الخسائر فادحة، وبما أن شروط الهدنة بدت مقبولة بالنسبة إليه وافق عليها. من المفارقات أن كليمانسو أنقذ ألمانيا بطريقة ما. احتج معارضو كليمانسو واتهموه في اليوم التالي من توقيع الهدنة بالتساهل مع ألمانيا، وسرعان ما انهارت الوحدة السياسية الفرنسية. قال فوش وبوانكاري: لماذا توقفتم في 11 نوفمبر؟ بدلاً من مواصلة الحرب والتقدم إلى ألمانيا وإلحاق الضرر في أراضيها لكي تعرف هي أيضاً ويلات الحرب. اتهمه قسم كبير من التابعين للتيار اليميني واليميني المتطرف بأنه لم يحقق النصر لأنه لم يرغب في مواصلة القتال. وتلقى كليمانسو نقداً عنيفاً من بعض حلفائه السابقين، وكان أولهم الجندي الذي اضطر إلى إطاعة السياسة والتوقيع على الهدنة بيده. استاء فوش بسبب خضوعه لكليمانسو حتى نهاية الحرب، وغضب لتجاهل كليمانسو نصائحه، فكان من الأشخاص الذين هاجموا كليمانسو واتهموه بالتساهل مع ألمانيا، وظهر مرات عدة في الصحافة ليستنكر الموقف الذي اتخذه كليمانسو. لم تكن الهدنة سوى النقطة الأولى التي ارتكزت عليها الحملة المناهضة لكليمانسو، فشكل مؤتمر باريس الذي انعقد عام 1919 من أجل وضع معاهدات السلام بين المنتصرين والمهزومين محطة الهجوم الثانية على كليمانسو، ووجد نفسه مهاجماً في شكل خاص في طليعة المفاوضات. عندما نفكر في تحول كليمانسو من رجل حرب إلى رجل سلمي، نتفاجأ بالطبيعة المتناقضة للانتقادات التي وجهت إليه. إن الاتهام الأكبر الذي وجه إلى كليمانسو هو عجزه عن تحقيق السلام، ولكن الواقع كان أكثر تعقيداً، لأنه كان للحلفاء الذين فازوا بالحرب مصالح مختلفة، فلم يرغب الإنجليز في أن تكتسب فرنسا قوة هائلة في أوروبا، وبالتالي لم تكن تريد إضعاف ألمانيا أكثر من اللزوم، وكان للإيطاليين الذين انتقلوا من دعم ألمانيا إلى دعم الحلفاء مصالح ترتبط بالإمبراطورية النمساوية المجرية، وكان ويلسون الأمريكي يؤمن في حق الشعوب في تقرير مصيرها، فأدى ذلك إلى انبثاق عدد من الجنسيات عن الإمبراطورية النمساوية المجرية، فشكلت دولاً خاصة بها، وبالتالي بقي 4 أشخاص معارضين. حضر العالم بأسره تقريباً هذا المؤتمر، واستفاد كليمانسو من إتقانه اللغتين الفرنسية والإنجليزية في المفاوضات الدولية، وقرر الحاضرون عدم دعوة ممثلي البلدان المهزومة، فكانت لذلك انعكاسات خطيرة على مستقبل أوروبا. فرض الحلفاء معاهدة فيرساي في يونيو 1919،
ولم يشارك الألمان في المناقشات. كانت المعاهدة بالغة القسوة، فتم إلقاء اللوم على ألمانيا وطلب منها أن تدفع تعويضات طائلة 132 مليار قطعة ذهبية، كما منعت ألمانيا من امتلاك جيش وقوات جوية وبحرية، وسلبت منها ثلث أراضيها. فضلاً عن ذلك، فرضت مجموعة من العقوبات الاقتصادية على ألمانيا، بما في ذلك وضع مناجم الفحم في سار تحت سيطرة فرنسا. وسميت هذه التدابير من قبل البعض إملاءات، وقد لعبت دوراً في نمو نظام التوتاليتاري في ثلاثينيات القرن العشرين. طالب كل من البريطانيين والأمريكيين أن تكون البنود أقل قسوة، ولكن كليمنسو فرض آراءه في النهاية. بعدما فاز كليمنسو في الحرب عام 1918 وأرسى السلام في العام 1919، لقي صدمة في الانتخابات الرئاسية عام 1920. وكان رئيس الجمهورية ينتخب في الاقتراع غير المباشر خلال الجمهورية الثالثة، وبالتالي يجب أن يحصل على غالبية أصوات النواب ليفوز. وعلى الرغم من شعبية كليمنسو الهائلة، طغت المناحرات السياسية السابقة على الانتخابات التي انتهت بفوز بول دي شانيل، وكان كليمنسو قد هزمه في السابق في مبارزة. في يناير 1920 تقاعد كليمنسو وترك الساحة السياسية نهائياً. وبعد 50 عاماً من المشاركة في السياسة، عاش النمر حياة بسيطة، وكان عمره 79 عاماً. كان يعي أن الحياة زائلة، وكان يعي أن الشرف وهم. لقد اختفى عن الساحة السياسية، واعتقد أن الجميع سينساه قريباً. كان يعلم في الحقيقة أنه رجل عظيم، ولكن لم يكن يهتم بأوهام الشهرة. في المرحلة الأخيرة من حياته، كسر صمته بضع مرات، خاصة عندما كتب عام 1927 وصيته السياسية. لم يكن كليمنسو يحب أن يتذكر الماضي، فقد أحرق عدداً كبيراً من الوثائق ورفض الفرص الذهبية التي عرضها عليه الناشرون الأمريكيون لكي يخبر قصته كزعيم حرب، كما يظهره التمثال البرونزي الذي أقيم على شرفه في الشانزليزيه. على الرغم من رغبة كليمنسو في أن يفتح صفحة جديدة، جرى ذكره في الكثير من المذكرات الفرنسية الجماعية كنموذج للمقاومة. كان كليمنسو المرجع الأعظم بالنسبة إلى الجنرال ديغول، كان الشخصية التاريخية الأكثر تمثيلاً، فاقتدى به أثناء الحرب العالمية الثانية. استدعى رئيس قوات فرنسا الحرة ذكرى النمر ليساعد الفرنسيين في خطاب 11 من نوفمبر 1941 عبر إذاعة لندن. في قاع قبرك في فوندي، أنت اليوم في 11 من نوفمبر، لست نائماً يا كليمنسو. يحظى الجنرال ديغول اليوم بشهرة أوسع من شهرة كليمنسو، لأنه تم الاعتماد على إرث الجنرال ديغول في بناء الجمهورية الخامسة. ولكن إذا نظرنا عن كثب، سنرى أن إرث الجنرال ديغول مستوحى إلى حد كبير من إرث كليمنسو. ويتعين علينا أن نتذكر ما قاله تشرشل لوصف دور كليمنسو في التاريخ الفرنسي، فقال إن كليمنسو هو فرنسا. حارب كليمنسو طوال حياته من أجل الجمهورية. في ليلة 24 من نوفمبر 1929 توفي جورج كليمنسو في منزله عن 88 عاماً، بعد أن عاش حياة كاملة وناجحة. طلب النمر في وصيته ألا يرد اسمه على قبره، وألا تقام تظاهرات ولا تكريمات ولا احتفالات على شرفه، بل أن يتم التركيز على الجوهر فقط، وهو
كليمنسو الإنسان.